خلينا نقول ايه، خلينا نشوف كل الابراج، نقول كل برج شاطر في ايه عشان نرضي كل الابراج، عشان بس ما يفتكروش احنا قلنا نتعلم ايه من كل برج، قلنا اتعلمنا كل برج شاطر في حاجه واحده، شاطر في يعني مثلا الحمل شاطر، مثلا اللي شاطر في الحب، اللي شاطر يعني، فاهمه قصدي؟ مش لازم في حاجه واحده، من غير زعل، خلينا صعبها، من غير زعل. في حاجات حلوه، في حاجات حلوه، يعني مثلا الحمل شاطر في قلب الترابيزه طبعا، من غير زعل. احنا هنا انا بعتبر ان قعدتي معاكوا قعده صراحه بالظبط، اللي هو انت تبقي متخانقه معاه وهو عامل مصايب، وبعدين يجي اصل شاطر قوي اللي عمل فيجيبها لك، مش هتبقي يعني شاطر، مش هتبقي اشطر منه في الحته دي. شطاره التور في ايه؟ شطاره التور شاطر في ايه؟ في اخذ القرارات. التور شاطر في اخذ القرار، عايزه حد كده حيرانه في حته وعايزاه مثلا اسافر ولا اسافرش، طب انت هياخد لي القرار صح، اديله بس المعطيات كده، اشتري ولا ما اشتريش، اسيب البيت يا ولا جماعه. التور شاطر جدا في اخذ القرار، تقدروا تلجأوا ليه في الحته دي جدا. الجوزاء بيعرف يتكلم ويناقش ويحاور ويجادل، فمفيش اشطر منه في النقاش والحوار والاقناع، شاطر في الاقناع. لا وفي الحته دي يعني يتكلم متكلم، يعني متكلم عشان حجه في الاقناع. مفوه. طب السرطان شاطر فين؟ شاطرين فين انتوا الاثنين؟ بصي، هيدي نصايح بس مش هيعمل بيها لنفسه، اعطاء النصايح. هيديكي نصيحه، مش هياخد القرار، هو هيديكي النصيحه ويسيب لك القرار، لان السرطان مش بيدي لنفسه الحق ان هو ياخد لك قرارات، هو هيديكي نصيحه ويسيبك، يرميكي في البحر يا تعمليها. فهو والتشبث بالاشياء النصيحه بتبقى جيده وحكيمه، لكن ما بيعرفش يعمل بيها. لسه كنت يعطي النصايح بشكل كبير جدا، لكن لا يستفيد بيها مع نفسه، ويتشبث بالاشياء. السرطان متعلق، فبيتعلق بالذكريات والناس والاماكن، يعني شاطر في ان هو يدي نصايح مفيده. بالظبط. طيب. الاسد شاطر في لفت الانتباه ولفت الانظار، ليه طريقه وليه اسلوب وليه طله وليه حضور. فلما بيبقى قاعد في مكان كده شاطر، هو بيبقى عارف على فكره وهو قاعد في مكان ان هو لافت للانتباه او الناس مركزه معاه، بحضور، بلباقه، بدبلوماسيه، بشياكه، بايا من كان، بس هو شاطر في لفت الانتباه. كاريزماتيك زيه زي العقرب. العذراء شاطر في تحليل المواقف، محلل، ابناء عطارد، فاللي هو لما يتحط في موقف معين يقعد يقول لك اصل ده حصل عشان كذا، وبيطلع تحليله صح الى حد كبير جدا. العذرائيين شاطرين، عطارد بيخليهم يحللوا المواقف بشكل قوي جدا جدا. الميزان في ادعاء البرود والتجاهل والتغافل، وعامل مش واخد بالي، يعني ممكن يكون غيران جدا وعامل مفيش حاجه حصلت، فيتغافل ويتجاهل، وتحسي جدا جدا، وشاطر في الحته دي. يعني انت ما تحسيش مره ان الميزان متعصب او كده، لا عنده ادعاء او التغافل او يفوت، كل الكلام ده الميزان شاطر فيه. فن التفويت. انا عايز اقول لك ان التجاهل فن التفويت. اكتشاف الحقيقه وقرايه ما بين السطور. العقرب الغامض بيعرف يقرا بين السطور ويكتشف حقيقه، يعني فاكره في الوزاره انا حطيته في المخابرات، وزارة المخابرات. ايوه بيكتشف حقيقة ولا بيتصور انها حقيقة؟ لا بيكتشف، يعني ما بيبقاش لانه هو في بصي العقرب هم يحكمهم بلوتو والمريخ، وفي نفس الوقت مائي عميق، فبيعرف يجيب اللي في العمق مش على السطح. فالناس كلها تقول لك تحكم على الاشياء وتكتشف حقيقة، هو هيجيب لك بقى ايه من تحت، فشاطر في اكتشاف الحقيقة. القوس شاطر في تكبير الدماغ، لانه هو بيحب الحياه وما بيقفش بيكبر دماغه، ما بيقفش عند الوحده وما بيقفش عند التفاصيل. الجدي شاطر في وضع خطه، في وضع الخطط، يعني يقدر يرسم للمستقبل بشكل كبير جدا، يرسم لحاجه فهو بيحط خطه كويس جدا، وتبقى خطته ما بتخرش الميه بصراحه، وبتبقى بتؤدي للنجاح. عشان هو المعلم فعلا. بالظبط. الدلو في حل المشاكل، الدلو حلالين مشاكل، بس فيهم حته من السرطان ان هم بتيجي عند مشكلتهم بيخطئوا الاختيار، لكن هم بيحلوا مشاكل كويس جدا جدا. الدلو فيلسوف فلسفي منطقي عميق. اورانوس كوكبهم بيخليهم قادرين على حل المشاكل. الحوت في توقع الاحداث، الحدس اللي عندهم والسكس سنس عندهم، فبيخليهم، وانت قاعدين يقول لك على فكره انت لو عملتي كده، واحلامهم اللي تتحقق، فعندهم الروحانيات والحدس والنفاذ البصيره، فاحسن شاطرين قوي في توقع الاحداث.